أما هلا فرح رح اروح لفقره كثير مهمه، وخصوصا نحن هلا عم نحكي طلاب جداد طالعين على سوق العمل، على الحياه الاكاديميه، وبظل هذا الوقت اللي نحن عايشين فيه تقدم وتطور تكنولوجي دخل بكافه المجالات، وصار من الطبيعي انه نحن نشوف كثير من الناس عم تعمل دورات على الحاسوب لتعلم تقنيات معينه، ولكن بيبقى السؤال شو هي اهم التقنيات والبرامج اللي لازم يتعلمها الاشخاص، وشو هي المهارات الاساسيه اللي لازم تكون موجودة بأي مهنة ممكن يكونوا هنن داخلين عليها بسوق العمل. كل هاي التفاصيل رح يطلعن عليها أكيد بالتفصيل مع ضيفنا بالاستوديو الأستاذ فادي حجازي، المدرب الدولي لتقنيات الحاسوب. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. كيفك اليوم؟ تمام ممتاز. الطاقة والمعنويات كيف؟ هي أهم شيء نسألها. شيء بياخذ خاصة هلا قبل شوي على الهواء، يعني تحت الهواء عم نحكي على ألوان الصيف، قد بيكون واحد فيه بيكون عم يعطي طاقة إيجابية مجرد ما يعني هيك شاف هالالوان، شاف هالعالم ما احلاها كيف لابسه مثل الوردات ما شاء الله عليك. شكرا لك. شكرا. يعني اليوم عم نحكي عن تطور تكنولوجي كثير كبير بكل انحاء العالم، سوريا كمان لها نصيب كثير كبير منه. استاذ فادي، لما بنحكي عن سوق العمل يمكن اول شرط اليوم يكون في برامج معينه لازم اي شخص يكون ملم فيها، او هي من شروط التقدم حتى الى اي مقابله عمل، خلينا نتعرف عليها. تمام. هلا اول شيء الكمبيوتر هو علم يعني بحر، قد ما حكى الواحد فيه ما بيخلص منه، بس نحن حنقول على الشغلات البسيطه اللي لازم تكون موجوده باي شخص بده يشتغل على اي برنامج. تماما. هلا اول شيء عندنا المايكروسوفت اوفيس اللي هو باصداراته كلها، يعني اخر اصدار هلا وصل لعنا 22 21، امورنا بخير يعني. تمام. مايكروسوفت اوفيس وقت ببلش نحن كتابه الواحد اول شيء بالوورد، تمام، شيء طبيعي باي مكان شو ما كانت طبيعه العمل بده يبلش كتابه، فلازم يشتغل على محرر النصوص. هلا محرر النصوص هو مايكروسوفت وورد، تمام، بالاصدار حنقول الاحدث شيء. تمام. ثاني مرحله لازم يشتغل اكسل، تمام، اللي هو جداول الكترونيه. تمام. ثالث مرحله ممكن باوربوينت اللي هو العروض التقديميه. تمام. ممكن نشتغل يعني قليل بيشتغلوا على الاكسس، مع انه اكسس اللي هو قواعد البيانات، مع انه هو من احلى البرامج. تمام. هدول اهم البرامج فينا نقول كخطوه اولى، ما عم نحكي مثلا بالتخصص انه انا بدي اتخصص بمثلا مجال المحاسبه، بمجال الديزاين، بمجال كذا كذا الى اخره، لا، احنا عم نحكي بشكل عام. يعني هي المجموعه بيقولوا لها قياده الحاسب. يعني في حدا يسوق سياره بدون ما يكون مثلا بيعرف او عم يتعلم السواقه او شيء؟ اكيد لا. تمام. فممكن يعني اكيد. طيب استاذ فادي، كمان يعني في من البرامج الشهيره جدا اللي بنسمع عنها بكل المهن، شركات، محلات صغيرة، صيدلي، أي شيء لازم يكون عنده برنامج محاسبة. أكيد. اللي بيدخل عليه شو في عنده موجود ضمن المحل أو الشركة وشو حاسب وشو بقي، وبيعمل هيك مثل جداول صغيرة. تمام. هل في برنامج سهل الكل يتعلمه ولا لا؟ كل مهنة كمان ضمن هذا التخصص في برامج معينة إلها. تمام. هلا دائما أنا بقول لهم لطلابي انه تفوتوا على اي شركه، نفوت على اي شركه، بنقدم نحن سي في مشان اشتغل فيها، تبحث شو طبيعه عمل هي الشركه. تمام. طبيعه عمل الشركه او المحل او اي مهنه تماما تتوافق مع البرنامج. يعني كثير من الاحيان بلاقي مثلا نازلين برنامج سين، نحن مشان ما نعمل دعايه لبرنامج محدد، تماما، برنامج سين نازل عندهم، تمام، ممكن ما يكون مناسب لها، وصل لهم عمر عم يشتغلوا عليه. لهيك ذكاء المحاسب فينا نقول وقت اللي هو بيختار البرنامج المناسب لهذا العمل. يعني ما حنقول في برنامج كامل، نحن بالطبيعه البشريه ما في حدا كامل. صحيح. فما بالك اذا كنا نحن عم نختار برنامج يعني كسوفت وير مشان تقود مسيره المحاسبه او الموارد البشريه بهالشركه هي. تمام. ما فينا نقول في برنامج كامل من الاي تو زد، لا بالعكس، نحن بنرمم البرنامج بالمرونه تبع مستخدم البرنامج شو من كان اسمه. تمام. يعني فينا نقول مثلا شركه من الشركات، حنقول شركه سيارات. تماما. في عندنا كثير انواع من البرامج مثلا موجوده بالسوق، بس في برامج اجنبيه اقوى منها. ايه، كمثال هلا خطرت ببالي شركه سيارات، انه احيانا السياره بتجي، تماما، ممكن نحن نفكها ناخذ منها قطع. تماما. يعني هي عمليه التفكيك هي عمليه كثير حلوه كمحاسبيا، فلازم مثل ما نحن نعرف كيف بدي
كمخ بشري كيف انا فيني فك السياره تماما، لازم الكمبيوتر والبرنامج المحاسبه يفكها نفس الطريقه. يعني طلعت مثلا 50,000 قطعه، اوكي هو رقم تقريبي، انه طلعت هالسياره هي عباره عن 50,000 قطعه، لازم يكون عندي على الكمبيوتر في عندي 50,000 قطعه ويكون في هيستوري للقطعه، يعني انه كانت هيك صارت هيك صارت بالسياره الفلانيه الى اخره، يعني من القصص هيك. يعني نحن عم نحكي عن هي البرامج اللي قد ايه يمكن بتسهل العمل، قد ايش هي بتضبط آلية العمل كمان، آلية اوقات كثير البيع والشراء. لما بنحكي نحن كمان عن بعض الاشخاص اللي عندهم صعوبه شوي انهم يمكن يلموا ببرامج خلينا نقول اجنبيه مثل ما تفضلتوا حكيتوا، اللي هي يمكن اللي بتفيدهم بشغلهم بشكل كثير كبير، لكن في برامج اخرى ممكن يستعيدوا عنها. ابرز واهم البرامج اللي ممكن حتى تنطلب في سوق العمل وفي حال تقدمنا الى اي وظيفه ممكن تكون موجوده بالسي في، شو ممكن تكون؟ تمام، هلا بنرجع للقاعده الاساسيه. تماما، يعني احنا قلنا انه عندي رقم واحد هو قياده الكمبيوتر، قياده الكمبيوتر. وقت اللي حكينا على البرامج تبع حنقول الاوفيس مايكروسوفت اوفيس، حكينا على الاكسل صح، اللي هو جداول الكترونيه. انا في حال برامج من البرامج ما فادتني، او حنقول يعني شيء محدد انا بدي اياه ما عطتني اياه، شو الحل؟ الحل ممكن انا اخذ على اكسل فايل، تمام، بحرر مثلا هي البيانات اللي موجوده عندي، تمام، على الاكسل. هلا الاكسل كمان هو بحر، وفي معادلات ما حنقول ما لها نهايه بس كثير كبيره. هون بنجي على تخصصه، لانه في عندنا بالاكسل معادلات ماليه، معادلات احصائيه، معادلات هندسيه، تمام، معادلات محاسبيه. هلا انا بختار، يعني فينا نقول كولكشن من هي المعادلات. مهاره، برجع بقول مهاره ومرونه الشخص اللي عم يستخدم هو اللي بيحقق الهدف اللي بده اياه، صاحب الشركه او حنقول الاداره بالشركه. فقديش حلو انا وقت اللي احسن استخدم هي المهاره وحقق اعلى مما هو مطلوب مني. مره من ذات المرارير، هي نفس الكلمه اللي بقولكم عليها تماما، عملت ريبورت بسيط كثير يلي هو عباره عن مخطط لشركه من الشركات، يعني ما اخذ، ما حنقول معي، حنقول 10 دقائق، ممكن ياخذ مع الطالب ربع ساعه او نص ساعه. بكل بساطه اخذت عليها مكافاه هيك، عن جد هيك. هو عباره عن بس شو؟ تحليل بيانات، حطيتهم ضمن مخطط، حنقول من انواع المخططات، تنظيمي حنقول او هيكلي او حنقول عمودي الى اخره، هيك شكله كثير حلو. واعطيته اياه لشوف نسبه المبيعات عندك شلون طلعت، هيك نزلت بهذا الشهر، ردت رجعت طلعت لانه هيك، شو التاثيرات عليها. يعني كمان كل ما نحن كان عندنا تحليل للبيانات وهيك شغف للبيانات، انه انا هي الفكره فهمانه كثير، ومثلا وهي البيانات هي عارفان كيف ماشي من الاي تو زد، كثير حلوه. ففينا نقول يعني مو برنامج محدد، بس الاكسل كثير بيساعد، والشاطر اكثر او اللي عامل دوره على الاكسس كمان كثير حلو. اكيد. طيب استاذ فادي، في شغلات ممكن يطورها الشخص يعني على البرنامج نفسه؟ في برامج تقبل التطور، في برنامج لا؟ يعني مثل ما حضرتك حكيت، قلت في بيانات ممكن نحللها اذا شخص بحب عمله، هي التفاصيل ممكن تعطيها بكورسات للناس يتدربوا عليها، كيف يقدروا يتطوروا ويتقدموا اثناء عملهم يعني حتى؟ تمام. هلا الاكسس اللي عم بحكي عليه هو البرنامج اللي انا فيني طوره، يعني انا فيني اعمل برنامج محاسبه انا كفادي او كطلابنا. يعني مره باحد الدورات سميتها انه ماني متذكر التحديد شو كان اسمها، بس انه عملنا انشئ برنامجك بنفسك. ليش لا؟ يعني انت بتعرف احتياجاتك اكثر شو بدك. تماما، اكيد. يعني حنقول الشباب السوري بالتحديد من كافه المحافظات فيهم عن جد نوع من الذكاء اللي كتير كبير. يعني خلال الدورة أنا حاطط مخطط للدورة، مخطط عام مشان نمشي عليه، إنه بنهاية الدورة لازم يطلع عندي هالبرنامج المحاسبي هذا اللي بيلبي احتياجات حنقول 50% من سوق العمل. إنه شو المطلوب؟ مثلاً أنا اشتري بضاعة بيعها خلال عملية الفواتير، ممكن أرجع، شو العمليات عليها؟ تماماً. في شاب كان عن جد صف ثامن بس بحب مجال المحاسبه وبده يفوت فيه مشان ابوه، ابدع
لانه العمر كثير صغير لما بنصحى في نص تمام 14 سنه او 13 سنه فعلا ابدع الافكار اللي اعطاني اياها انا كمدرب ذهلت فيها. يعني تخيلي احد الـ 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 الافكار اللي اعطاني اياها انه زر انا بكبسه وبروح لمكان ثاني، من هالمكان الثاني برجع بكبس الزر برجع لمكان ثالث برجع لهون، انه فعلا فكره انا ما كانت خاطره ببالي. الابداع اللي موجود فعلا بهالشباب هدول وهالجيل الجديد فعلا خارق، ان شاء الله نحسن نحن نستثمره صح. يعني هي اكثر شغله انا بحب ركز عليها، هو الاطفال فينا نقول او فينا يعني نشوف مين اللي عنده حب لهالماده هي اللي هي علوم التكنولوجيا او علوم الحاسوب ونستثمرها، وفعلا بيطلع شغلات كثير كبيره من عندنا من هون من سوريا. هلا نحن عم نحكي عن هي الاعمار، اعمار الشباب والاندفاع والرغبه بالتعلم والانخراط في سوق العمل، لكن خلينا نضوي على جانب ثاني. لما نحن بنلاقي بعض الاشخاص يمكن اعمارهم كبيره وعندهم هذا الشغف بس ممكن ما يكون حتى عندهم الالمام الكافي، بس عندهم الصبر وعندهم المثابره والاجتهاد. خبرنا استاذ فادي هدول الاشخاص قديش ممكن كمان يكون في حالات ابداع منهم ممكن حتى كل الناس تستفيد منها. التصميم على العمل هو رقم واحد. جاني طالب مولده 67، انا وقت فات قلت له بدي ناديه، يعني شو بدي ناديلك؟ ابو كذا ولا ناديلك باسمك ولا؟ طبعا مع مجموعه اعمار متفاوته. هلا مهاره طبعا المدرب انه يحسن يعمل تساوي بين الافكار كلياتها الموجوده، يعني انه والاراء الموجوده بكل القاعه. تمام، هو فعلا عندي هالقدره بس لازم يكون بمساعده من الشخص نفسه. فعلا حسين الله يذكرك بالخير ابو محمد، حسين ينزل لمستوانا كلياتنا. يعني الفكره بتعرف نحن العمر له حقه اكيد، فالفكره يمكن مو من اول مره يمشي حالها، بدها اول مره وثاني مره بعدين تطبيق لحتى تمشي. وصار هلا هو مدير مالي بشركه كثير كبيره، مدير مالي طبعا صبر وبلش بالخطوات الاولى. يعني اي طالب بيجي لعندي بيقول لي يا فادي انا بدي اتعلم على برنامج كذا بالمحاسبه، بقول له اول انت بتعرف تسوق الكمبيوتر؟ حلو. بيقول لي لا. وهي نفس الشيء حاله عمو ابو محمد، قال لا ما بعرف. قد ايه ممكن تاخذ فتره زمنيه هي الحاله اللي عم تحكي عنها؟ هي وشطاره المدرب والمستقبل، يعني انا وقت عم بلقي تماما ممكن تاخذ المعيار تبعنا حنقول شهر. اوكي، اول مرحله اللي هي قياده الحاسب، ثاني مرحلة تبع الكمبيوتر ممكن تكون كمان شهر ثاني أو أقل بشوي حسب مرونة اللي موجود. تمام، بس وقت تكتر هون ساعتها إنه لا معناتها ما له كتير مركز اللي عم يتلقى أو ما له مهتم، يعني حنقول أنا بساوي هالبرنامج وبروح. لا بالعكس، أنا دائما بقول لهم للطلاب إنه تعال لك أنت بتجذب جذب الشغل لك بس يكون كل المهارات موجودة عندك. صح؟ يعني حنقول بغض النظر عن اللغات تماما، الكمبيوتر بالتحديد عندنا هالخطوات، بتعرف تقوده، بتعرف اختصاصك. يعني مو شرط مثلا نحكي نحن مجال المحاسبه، احنا ممكن نقول مجال الطيران، برامج الطيران، صح؟ ممكن برامج الهندسيه. حتى هلا في دوره حتفتح جديده برنامج تصميم ميكانيكي، شب صف سابع رح ياخذ عندي هي الدوره. كثير حلو. تمام، كمان بوجه لك تحيه محمد. يعني من يومين سألني انه امتى حتبلش الدوره؟ قلت له عن قريب. طبعا هو اكيد لانه والده عنده معمل للتصميم الميكانيكي، تخيلي. يعني اله، يعني انا هذا البرنامج لسه ما تعلمته بس ناويه. اله من الالات عم بتصنع منتج او بتصنع اله لقياده منتج ثاني، تخيلي. كثير حلو. والعمر صغير، يعني هذا الشيء اللي عنده اقبال وعنده اقبال فيها. بس اول شيء شو عملت له؟ قلت له تعال اقول لك اول شيء لازم تعرف تسوق الكمبيوتر اللي هي قياده الحاسب، انه انا حددت البرامج الاساسيه، انه عارف تعمل اشعله افتح اي حط، بحيث انه اي شغله حتى على البرامج الهندسيه انا ممكن استعين ببرنامج ثاني. حنقول الاكسس، حنقول الاكسل اللي هو بحر.
تمام. طيب استاذ فادي، خلينا هيك قبل ما نختم نوجه شويه نصائح لكل اللي حابين يتعلموا برامج، شو افضل البرامج اللي لازم يتعلموها ولازم يكون عندهم اياها حتى يقدروا بعدين يبدعوا بمجالات مختلفه. الاول شيء نحن في عنا حب الشغله من اصل، انه انا بحب اتعامل مع هالجهاز. ياما بيجيني ناس ما راح احكي مين، انه انا بحب الكمبيوتر كله، تمام، ما حدا يحكي لي تماما، انه في ناس ما بيحبوا الكمبيوتر. الناس اللي دارسين اغلبيه الوقت حنقول بمجال الادبي او هيك ما بيحبوا التعامل مع الكمبيوتر. ليش؟ ما بعرف، علما انه الموبايل هو جزء من هي البرامج اللي موجوده عندنا، تمام صح، بس الكمبيوتر هو رقم واحد. فنحن رقم واحد نحب هي التكنولوجيا، نحب نتعامل مع الكمبيوتر. ثاني خطوه نعرف نشتغل على بيئه العمل اللي هي الويندوز، تمام. في ناس لهلا انه يعني بقول له شغل الجهاز، ايه من وين؟ طيب اطفي الجهاز، يعني بكبس زر مشان تمام. لا، هو اكيد في طريقه. نحن من قائمه ابدا في عندنا ايقاف تشغيل، يعني شوي شوي. وبنفس الوقت قلنا هي برامج الاوفيس هي رقم واحد، بعدين ننتقل على الاختصاص. كل واحد شو مثلا بيهتم باختصاصه، انا فيني مشي فيه. تمام. يعني استاذ فادي دائما نحن بنستمتع باللقاء مع حضرتك، بدنا نتشكرك وكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. بدي اتشكر بنوتك اللي دائما بترافقك.